إذا كنت تبي تشتري سيارة بتمويل من أحد البنوك الإسلامية راح تروح إلى المورد وتختار السيارة بطبيعة الحال. في بعض الحالات المورد أو شركة السيارات راح تقول لك لازم تحجز السيارة، وإذا تبي تحجز السيارة لازم تدفع دفعة مقدمة، لازم تحسب حسابك عشان يكون التمويل متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لابد أنك أنت تدفع إلى البنك اللي راح يمولك، أو أن البنك يوكلك بدفع هذه الدفعة لصالحه عند شركة السيارات أو عند المورد. لكن أنك تروح وتحجز السيارة وتدفع المبلغ، وهذا المبلغ في بعض الحالات يعتبر كعربون مقدم منك إلى شركة السيارات، في هذا الحالة في إشكال شرعي، وأنت في غنى عن مثل هذا الإشكال. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.